أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. وقل ربي زدني علما، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين، ووفقنا بتوفيقك، واحمنا بحمايتك، وارعنا برعايتك، ولا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا، وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. يا الله، وصل بنا الكلام إلى عقيدتنا في أحكام الدين. ما هي أحكام الدين؟ الأحكام جمع حكم، الحكم وهو العلم أو الفهم. قال تعالى: وآتيناه الحكم صبيا، أي آتيناه علما. هذا تعريف الحكم لغة. أما تعريف الحكم اصطلاحا، هو حكم الله المتعلق بأفعال المكلفين، كما مر سابقا في عقيدتنا في التكليف، مجموعة خطابات توجه إلى الفرد المسلم. 5 أحكام تنقسم هذه الأحكام إلى أحكام تكليفية 5 وأحكام وضعية. هذه الأحكام الوضعية اللي هي مختصة بالصحة والفساد، وأما الأحكام التكليفية التي هي 5، إذا كانت المصلحة فيها ملزمة فهو واجب، المصلحة فيها غير ملزمة لكن راجحة، المصلحة يعني الفائدة غير ملزمة لكن راجحة، فهو مستحب. أما إذا كانت المصلحة غير ملزمة ولكن أيضا غير مرجوحة أو غير راجحة فهنا مكروه. أما إذا كانت المفسدة بالغة، المفسدة هنا بالغة، فهذا حرام لا يجوز فعلها. أما إذا كانت لا راجحة ولا مرجوحة فهو هذا المباح. 5 أحكام تكليفية توجه للفرد المسلم. نقرأ عبارة المصنف رحمة الله عليه: نعتقد أنه تعالى جعل أحكامه من الواجبات والمحرمات وغيرهما، المكروهات، المستحبات، المباحات، طبقا لمصالح العباد في نفس أفعالهم، فما فيه المصلحة الملزمة لهم جعله واجبا، وما فيه المفسدة البالغة لهم نهى عنه، وما فيه مصلحة راجحة ندبنا إليه، يعني مندوبات يعني مستحبات، وهكذا في باقي الأحكام. وهذا من عدله ولطفه بعباده، ولا بد أن يكون له في كل واقعة حكم، ولا يخلو شيء من الأشياء من حكم واقعي لله فيه، وإن سد علينا طريق علمه. فالله سبحانه وتعالى شرع لنا هذه الأحكام لكي يدل الإنسان على ما فيه الفائدة له، باعتباره جاهل في هذه الحياة، لا يدري ما الذي ينفعه ولا يدري ما الذي يضره. فالله سبحانه وتعالى مثلا حرم على الإنسان أكل لحم الخنزير، لأنه حسب بعض الروايات لحم الخنزير يعدم الغيرة ويذهب بغيرة الإنسان وبحميته ويصبحه ديوثا والعياذ بالله، حتى وإن تجاسر على زوجته أمامه فهو لا يتحرك. وهذا أيضا أثبتوه في العلم الحديث، حيث اتخذوا تجربة كلب الشرس، هذا كان كلبا شرسا يدافع عن زوجته، لكن حينما أوكلوه هذا اللحم صار هذا الكلب تحول من الشرس، من الكلب الشرس إلى كلب لا يحرك ساكنا حتى وإن اعتدوا على زوجته أمامه.
حرم الله سبحانه وتعالى على هذا الفرد شرب الخمر، لأن الخمر يضر القلب ويضر الجسم مثلا. هذا أيضا حتى أثبتوها أيضا في العلم الحديث، أنه وضعوا قطعة من اللحم في خمر، هذه اللحمة تدمرت نتيجة تأثير الخمر البالغ فيها. وكذلك حرم الله سبحانه وتعالى مثلا على هذا الإنسان أو على هذا الفرد المسلم الزنا، لأن الزنا كما أثبت في العلم الحديث كذلك أنه يولد أمراض كثيرة، منها فيروسات، منها فيروس الإيدز مثلا، هذا الذي يصيب الجهاز المناعي للإنسان، وإذا أصيب الجهاز المناعي للإنسان أقل مرض يهلكه، أقل مرض إنفلونزا قليلة تجعل هذا الإنسان يهلك وتتوفاه مباشرة، لأنه يصيب جهازه المنائي بسبب الزنا، نستجير بالله تعالى. وكذلك لبس الرجال للذهب وما إلى ذلك من محرمات حرمت لأن لها بالغة على جسد وجسم الإنسان، فالله سبحانه وتعالى حرمها. لماذا؟ لأنها فيها مفسدة على الإنسان، وحبب إلينا وحلل إلينا الطيبات لأن فيها منفعة للجسم وفائدة ومصلحة. ونقول أيضا إنه من القبيح أن يأمر بما فيه المفسدة أو ينهى عما فيه المصلحة، غير أن بعض الفرق من المسلمين يقولون إن القبيح ما نهى الله تعالى عنه والحسن ما أمر به. هؤلاء الأشاعرة يقولون أن القبيح ما قبحه الله يعني الشر، والحسن ما أمر به الشر وما أمر به الله سبحانه وتعالى. هذا خلافا لعقيدة العدلية. العدلية هم الإمامية والمعتزلة، هؤلاء يطلق عليهم عدلية، ذهبوا إلى القول بالحسن والقبح العقليان، لأن هذا شيء عقلي، شيء ضروري، يعني شيء بديهي كما مر علينا في علم المنطق حينما ذكرناه هكذا استطرادا بصورة مباشرة. قلنا أن البداهة أو يطلق عليها بالضرورة في علم المنطق، كأنك تقول مثلا هذا أمامي قلم، هذا شيء بديهي أنا عرفته، لا يحتاج إلى تفكير ولا يحتاج حتى إلى نظر في التفكير وتمعن فيه. أما بمجرد أن أرى هكذا أقول أنه هذا قلم، بمجرد أن أرى الشمس أقول هذه شمس، هذا أمر بديهي، أمر ضروري لا يحتاج إلى نظر وتمعن وتفكر. فكذلك هذا الحسن والقبح العقليان وما ذهب إليه الإمامية والمعتزلة العدلية. فمثلا حينما نأتي بأحدهم كأن يكون ملحد غير متمسك بأي دين، نأتي به ونجلبه أمام منظر طفل يتعدى بالضرب على والدته، حينما يرى هذا المنظر مباشرة يقول أن هذا الشيء قبيح، هذا الشيء خلاف الحسن، هو غير متمسك بدين معين، مباشرة عقله يقول أن هذا شيء قبيح. فلذلك ندقق في كلام المؤلف، يقول فليس في نفس الأفعال مصالح أو مفاسد ذاتية ولا حسن أو قبح ذاتيان، وهذا قول مخالف للضرورة العقلية، قولهم هذا مخالف للضرورة العقلية، لأنه القبح هو قبح في ذاته، والحسن هو حسن في ذاته كما مر علينا في المثال، كما أنهم جوزوا أن يفعل الله تعالى القبيح والعياذ بالله، فيأمر بما فيه المفسدة وينهى عما فيه المصلحة. وقد تقدم أن هذا القول فيه مجازفة عظيمة وبهتان على الله سبحانه وتعالى، وذلك لاستلزامه نسبة الجهل أو العجز
أو العجز إليه سبحانه وتعالى علوا كبيرا. والخلاصة أن الصحيح في الاعتقاد أن نقول إنه تعالى لا مصلحة له ولا منفعة في تكليفنا بالواجبات ونهينا عن فعل ما حرمه، بل المصلحة والمنفعة ترجع إلينا في جميع التكاليف، لأن الله سبحانه وتعالى ودود وعطوف بعباده، كما أن الأب ودود وعطوف بولده، يقول له يا بني لا تفعل هذا الفعل، افعل هذا الفعل، لا تفعل هذا الفعل، اجتنب أنا هذا الفعل. يرشد الأب ابنه لأنه يريد له الخير والصلاح. فكذا الله سبحانه وتعالى الذي هو أعطف إلينا من قلب الأم الرحيم. ولا معنى لنفي المصالح والمفاسد في الأفعال المأمور بها والمنهية عنها، فإنه تعالى لا يأمر عبثا ولا ينهى جسافا، وهو الغني عن عباده. النبوة وعقيدتنا في النبوة يأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى. هذا، وصلى الله على النبي وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين.